السلام عليكم. ننتقل لورقة أكبر من خلية سابقة في ملف الأسبوع الرابع. لو كان عندي قائمة فيها أرقام، دخلنا مثلا رقم 4، وحبيت أعمل الشرط التالي: إنه الخلية رقم 3 تكون أكبر من الخلية رقم 2. يعني أعمل شرط إنه ما يقبلش إلا فقط خلية تكون أكبر من السابقة. يعني لو أدخل مثلاً هنا 3 ما يسمح لي، لازم تكون أكبر من الخلية اللي قبلها فوق 4. نفس الشيء لو دخلنا هون مثلاً 10، لازم الخلية رقم A4 لازم تكون أكبر من الخلية A3 وهكذا. أول شيء بنحدد الرينج اللي بدي أعمل الشرط عليه هذا. بعدين من قائمة داتا نذهب لداتا فاليديشن. من الداتا فاليديشن نختار كاستم وبنختار فورمولا. الفورمولا راح تكون كالتالي: راح نستدعي دالة اسمها اف وبنفتح قوس. انا بدي اقارن ايش؟ بدي اقارن الخليه اللي بعد الخليه اللي مدخل اللي هي الاربعه، فلازم ادخل ايش؟ A3. اذا كانت A3 اكبر من A2 في دالة اف، هي 3 دوال. دالة F أول شيء بنحط الشرط، بعدين جواب الشرط في حال التحقق، وجواب الشرط في حال عدم التحقق زي ما تعلمنا في الأسابيع الماضية. فإذا كانت A3 أكبر من A2 أعطيها True يقبلها، وإذا لا يعمل False ومنسكر الجوز ومنعمل أوكي. هلا خلونا ندخل مثلا 5 قبلها، ليش؟ لأنها أكبر من إيش؟ 4. لكن لو ندخل 5 مرة ثانية ما راح يقبلها، ليش؟ لأن 5 ليست أكبر من 5. لو ندخل 40 راح يقبلها. هلا لو ندخل 35 ما راح يقبلها، ليش؟ لأنها أقل من 40. لازم ندخل قيمة أكبر من 40، مثلا 41. إذا حتى أعمل فورمولا على خلايا معينة بحيث يدخل أكبر من الخلية السابقة، حكينا ندخل على السيتنج نختار كاستم، ومن كاستم نختار فورمولا، مندخل كالتالي: if A3 اللي هي الخلية الثالثة أكبر من A2 أعطيها true، وإذا لا أعطيها false. إيش معنى true؟ معناها false. يعني إذا كانت الخلية A3 أكبر من الخلية A2، true معناها اسمح له يدخل القيمة، وإذا لا أعطيه إيش؟ false، يعني لا تسمح له يدخل إيش؟ القيمة. ونعمل، خلونا نعمل error alert مثلاً: الإدخال خطأ يجب أن يكون أكبر من الخلية السابقة، وبنعمل أوكي. قلنا مثلا ندخل 35 هون ما راح يقبل. أنا بالمسج هاي فهمت المستخدم أنه يجب أن يكون أكبر من الخلية السابقة. الخلية السابقة اللي هي كم؟ 41. خلونا ندخل مثلا 45 راح يقبلها. نفس الشيء ندخل مثلا 50 راح يقبلها. لو ندخل مثلا هون 49 يجب ان تكون اكبر من الخليه السابقه، ندخل 70 لغايه اخر خليه في ايش؟ من ضمن الرينج اللي انا كنت محدده. اذا ها هي كيف اعمل شرط على الخلايا بحيث يتم ادخال قيمه اكبر من الخليه السابقه. ننتقل لورقه ادخال حسب قيمه الخليه. لو كان أنا عندي بيانات هون وكان عندي مقارنة، حطيت أنا مثلاً خلية 10 20 أي قيمة بدك إياها، وبدي الداتا اللي تتدخل هون تكون أكبر من القيمة هاي. يعني يجب أن يكون الداتا هون أكبر من قيمة إيش؟ 10. فحكينا أول شيء بنحدد البيانات من A2 إلى A10، وبنذهب للداتا فاليديشن، نذهب للسيتنج، من كاستم نعمل الشرط كالتالي: بنقول يساوي اللي هو دالة F F A2 لأول خلية أكبر إيش المقارنة وين موجودة اللي هي في C2. لكن هون ننتبه إنه لازم تكون C2 عبارة عن إيش؟ عن قيمة مطلقة. ليش؟ عشان ما تصير مرة C2 C3 C4. حتى ثبتها بنحط المؤشر بين C وبين 2
وبنعمل إشارة الدولار ساين اللي عن طريق زر F4. إذا كانت الخلية A2 أكبر من القيمة الموجودة داخل C2 نعمل True، وإذا لا نعمل False ومنسكر True، ومنسكر Goes، نعمل Message Error Alert الإدخال خطأ، يجب أن تكون القيمة أكبر من القيمة 10 مثلا اللي هي موجودة بقيمة إيش في C2، ونعمل أوكي. هلا لاحظ لو ندخل مثلا قيمة 50 ما راح يتعرض، لو ندخل مثلا قيمة 40 ما راح يتعرض، ندخل قيمة 9 يقول لك يجب أن تكون القيمة أكبر من القيمة اللي هي إيش 10. إذا مرة ثانية حتى أعمل شرط على مجموعة خلايا بحيث تتقارن مع خلايا أخرى، نحط أي قيمة هون، بنحدد الداتا من A2 إلى A10 مثلا، بنذهب إلى داتا، داتا فاليديشن، من السيتنج نختار كاستم، من الفورمولا نكتب يساوي F لعملية المقارنة، A2 اللي هي أول خلية هل هي أكبر من C2؟ ولازم حكينا C2 تكون إيش؟ في قيمة مطلقة. ليش؟ حتى ما تصير مرة في C3 C4، لأن إذا صارت C3 C4 تصير عبارة عن إيش؟ أصفار كلهم. فحتى أثبتها بنختار لها اللي هي قيمة المطلقة، اللي هي بنحط المؤشر بين C وبين 2، بنوضع إشارة الدولار ساين. إذا كانت A2 أكبر من C2 خلي لي إياها ترو، يعني اسمح لي دخله يدخل البيانات على الخلايا، وإذا لا يعمل فورس اللي هو ما يسمح يدخل قيمة على الخلايا. حكينا بنعمل ايرور اليرت الإدخال خطأ، ويجب أن تكون قيمة أكبر من 10.